السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة لأهم ما كتبته الصحافة الدولية والعربية والتركية والثورية. والبداية من صحيفة العرب اللندنية التي كتبت فيها رانيا مصطفى مقالاً تحت عنوان ماذا بعد جنيف 2؟ قالت فيه: قررت الأمم المتحدة موعداً لجنيف 2 بعد قرابة شهر من الآن. يبدو أن عقد المؤتمر الدولي وإخراج بنوده يقترب من أن يكون تحصيل حاصل، فقد حسمت الخلافات الأمريكية الروسية منذ جنيف 1 لصالح تراجع أمريكا نتيجة أزمتها الاقتصادية، فقررت التخلي عن سوريا لروسيا مقابل مساندة روسيا لها ضد خطر الصين ولصالح مصالحها في الشرق الآسيوي. ما بين جنيف 1 وجنيف 2 هو محاولة حلحلة خيوط المسألة السورية المتشابكة، حيث تتزاحم المصالح الدولية والإقليمية. أمريكا تريد أمن إسرائيل والحفاظ على مصالحها في الخليج العربي، وروسيا تريد السيطرة الكلية على سوريا بما يعني تبعية الاقتصاد السوري لها، فضلا عن حماية أسطولها العسكري في المتوسط، وهي تريد ملء الفراغ في المنطقة نتيجة الضعف الأمريكي. إيران تريد تأمين استمرار دعمها لحزب الله والحصول على حصة من الاستثمارات. أما بقية الخطوط المتشابكة فمنها ما يتعلق بمصير عائلة الأسد بما يعنيه من سيطرة أمنية على الشعب ومن احتكار وتحكم بالاستثمارات الخاصة من قبل عائلة الأسد مخلوف شاليش، ومنها ما يتعلق بمصير ما يتبقى من الجيش السوري. الثورة وحدها غير حاضرة في جنيف 2 حيث يجري تطويقها من كل الأطراف. النظام يقصف بعنف لا معقول المناطق المحررة ويتسبب بنزوح كبير فيها، فيما تحولت المناطق التي يسيطر عليها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات للموت تحت التعذيب، خصوصا العاصمة دمشق. وتضيف الكاتبة: الحكم العادل الممكن في سوريا ما بعد جنيف 2 يتحقق في أمرين مترابطين ترابطا عضويا. الأول تغيير النمط الاقتصادي القائم على الانفلات الاقتصادي، والأمر الثاني هو تحقيق ديمقراطية أوسع تمكن الشعب من ممارسة دوره في الرقابة والمحاسبة على أجهزة الدولة عبر مجالس محلية منتخبة ونقابات مهنية وعمالية وفلاحية وطلابية فعلية وليست صورية تابعة تختارها السلطة. وختمت الكاتبة بالقول: ولا بد أن يشمل هذا الصراع أيضا مواجهة مقررات جنيف 2، ليس فقط ما يتعلق باقتسام ونهب البلاد من مراكز القرار الرأسمالية، بل أيضا المقررات المتعلقة بترسيخ الطائفية، حيث لم يتوقف الأمريكان ولافروف وغيرهم عن الحديث عن حماية الأقليات لفرض محاصصة طائفية في الحكم القادم، ما يؤسس لحكم ضعيف مشتت وتابع لدول متعددة إقليمية ودولية. وبالانتقال إلى وكالة أنباء رويترز في خبر لها عنونت إنقاذ 100 لاجئ سوري قبالة صقلية وتحذيرات غربية من تفكك سوريا، أعلنت البحرية وحرس الحدود الإيطاليين يوم السبت 7 من كانون الأول 2013 أنهما تمكنا من إنقاذ نحو 100 لاجئ سوري كانوا على متن زورق على وشك الغرق قبالة الشواطئ الإيطالية جنوب جزيرة صقلية. ووجه الزورق إشارات استغاثة بينما كان على بعد 300 كيلومتر جنوب صقلية، ورصدته قطعتان بحريتان إيطاليتان فاقتربتا منه ووزعتا على ركابه سترات إنقاذ على سبيل الاحتراز، ولم تتمكن السفينتان الإيطاليتان خلال الليل من الاقتراب من الزورق بسبب هيجان البحر، إلا أن زوارق تابعة لحرس الحدود تمكنت صباح السبت من انتشال الركاب وبينهم 6 نساء و25 طفلا وجميعهم من السوريين. ونقل الركاب إلى سيراكوزا في جنوب شرق جزيرة صقلية، وكانت سفن إيطالية أنقذت سفينة كانت تقل نحو 120 لاجئا سوريا من الغرق في الثاني من كانون الأول قبالة شواطئ كالبري.
وفي مطلع تشرين الأول قتل أكثر من 400 مهاجر سوري بعدما غرقت سفينتان كانتا تقلانهما، الأولى قرب جزيرة لامبيدوزا والثانية قرب الشواطئ المالطية. وفي سياق متصل، حدد تشاك هيغل وزير الدفاع الأمريكي موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا في منتدى المنامة للحوار الأمني قائلاً: إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات للاجئين السوريين والدولتين المجاورتين الأردن وتركيا، لكنه أشار لضرورة مواجهة تصاعد التطرف الذي يتسم بالعنف. وأضاف هيغل: سنواصل التعاون مع الشركاء في المنطقة للعمل على إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الصراع، إلا أنه دعا لبذل جهود لضمان ألا تصل المساعدات المقدمة للمعارضة، يعني لأيد غير مرغوبة. وقال ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني: في حال استمر النزاع فإن سوريا نفسها قد تتفكك، ومع التطرف المتصاعد فإن مساحة خارجة عن سيطرة أي حكومة قد تخلق في قلب الشرق الأوسط، داعيا إلى أن يكون عام 2014 عام حل النزاع الذي يجتاح البلاد منذ حوالي 3 سنوات. مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى صحيفة يني الشفق التركية، في خبر لها اليوم عن تخصيص 40,000 مسكن للسوريين بعد تزايد أعداد اللاجئين المفتقدين للمأوى مع قدوم فصل الشتاء، جاء فيه: أوضح فؤاد أوكتاي رئيس إدارة الكوارث والحالات الطارئة آفاد أن الإدارة خصصت 40,000 مسكن جديد للسوريين الذين ما زالوا دون مأوى، سعيا منها لعدم إبقاء أي شخص عرضة لبرد الشتاء. وأضاف: إن عدد السوريين في تركيا قد يصل إلى 1,200,000 شخص يقيمون ضمن المرافق المخصصة لهم، إلا أن قرابة 450,000 شخص ما زالوا بلا مأوى، مبديا حماسة كبيرة في تلبية جميع احتياجات الضيوف السوريين. وأشار إلى أن ظروف المعيشة في المخيمات التركية ممتازة تضاهي ما قدمته الأمم المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات أكبر والمساهمة في مساعدة اللاجئين. واتهم المجتمع الدولي بالبخل حينما يتعلق الأمر بتقديم المال والمعونات. وأشار فيما يتعلق بظروف السكن والخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في أماكن إقامة السوريين، أشار إلى أن الإدارة جهزت مرافق تعليمية للأطفال حيث بدأوا بالدراسة فيها، مضيفا أن السوريين بدأوا بتلقي العلاج في المراكز المخصصة لهم بالإضافة إلى معالجتهم في مستشفيات الحكومية التركية، حيث تعتبر الخدمات المقدمة في المخيمات متفوقة على المعايير الدولية. وقال أوكتاي أن الإدارة بذلت قصارى جهدها في سبيل تأمين أفضل سبل المعيشة في المخيمات، إلا أنها تبقى مخيمات مؤقتة ولا أحد ينتظر البقاء فيها طويلا، متمنيا انتهاء الصراع الدائري في سوريا وعودة مواطنيها. وبالانتقال إلى موقع أخبار العالم نقلا عن أردوغان: إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع. قال رئيس الوزراء التركي أردوغان في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي هيئة حزب العدالة والتنمية في ولاية تيكرداغ أن النسق المعيشية وطراز اللباس لا تمثل لهم مشكلة على الإطلاق، وأضاف أنه في الماضي كان الهندام سبباً لمنع الأشخاص من دخول الجامعات والدوائر الحكومية، لكن الوضع قد تغير الآن وبات مريحاً. وتساءل أردوغان في خطابه عن مدى الظلم والأذى الذي لحق بالناس في الماضي ومدى الانقسام الذي حصل، والآن الكل يجلس بجوار الآخر بغير فرق وبلا مشاكل، وإن هذا الذي فعلناه هو في مصلحة أمتنا. ورد أردوغان كذلك على مزاعم إحدى الصحف أنه فشل، وأوضح أن حزبه لم يميز بين أي شخص بناء على عرقه أو لغته أو دينه أو طائفته، وأن كل ذلك لا يمثل مشكلة له، وأن الحزب على مسافة واحدة من الجميع. وأشار أردوغان إلى وجود 36 جماعة عرقية في تركيا يعيشون معا مفهوم الأمة ويجتمعون معا تحت سقف المواطنة التركية. وتطرق أردوغان في كلامه إلى أن حزب العدالة والتنمية أصبح بمثابة علامة في الإدارات المحلية موجودة في البلديات والقرى والولايات،
وأن البلديات الأخرى التابعة للأحزاب الأخرى تعوزها الخدمات والمنهجية والنجاح والاستثمار. وقال أيضا أن تلك الأحزاب انشغلت بالحماسات العقائدية والسياسات الشخصية والاستغلالية. وقال إن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا عرقيا أو عنصريا، وأن لهم امتدادا على مناطق مختلفة جدا، وأنه يسعى للم شمل الجميع وبناء الدولة وتقدمها ونهضتها. كتب محمود درويش مقالا في صحيفة جسر تحت عنوان على معبر الموت يقتل الحب، قال فيه يقف بين مئات من السوريين عند معبر كراج الحجز في بستان القصر بمدينة حلب، ينتظر الفرصة المواتية لينتقل إلى الضفة الأخرى من المدينة التي شطرتها الحرب إلى ضفتين غربية وشرقية. يعود جمال العربي إلى المدينة بعد غياب طال عاما كاملا. تغير الكثير في المدينة، تغيرت الطرقات، جزء كبير من الأبنية تضرر بفعل الحرب. قناصان يراقبان المعبر، أحدهما فوق القصر البلدي والآخر فوق القلعة، والإثنان يطلان على المعبر، وكثير من الناس سقطوا برصاصهم. لا يعرف الإنسان أي قناص قد يكون ثبت بندقيته ووضع رصاصة فيها، وربما أشعل سيجارا وجلس ينتظر ضحية تعبر معبر الموت. ليس وحده العمل ما يجبر الحلبيين على العبور من معبر الموت، بل أيضا عدم توفر السلع كالخضار وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأخرى. في القسم الغربي يعتبر أحد الأسباب التي تدفعهم إلى تحدي الرصاص الغادر هذه الأسباب. تبدأ الأعيرة النارية بالانطلاق، وتبدأ الاشتباكات بالقرب من المعبر. ربما القطاس أنهى سيجارته وبدأ بإطلاق رصاصاته. يقف جمال مع المارة الآخرين محتمين بالباص المحطم، ويحاولون النظر باتجاه المنطقة الفارغة ليروا إن سقط أحدهم، لكنهم لا يستطيعون. لم يسمع جمال كثيرا صراخ النساء أو بكاء الأطفال، فهو مشهد عادي في ظل هذا الموقف الذي يملأه الخوف. لكن ما شده أكثر صوت يأتي من الخلف وهو يقول صاروا ثلاثة، صاروا أربعة. هنا يندهش، هل هناك من يحصي القتلى بهذه البرودة؟ بعد ذلك بدقائق تتوقف أصوات الرصاص ويخيم السكون على الجميع، وبعدها بدقائق يتابع الناس سيرهم وركضهم في الاتجاهين. باندهاش وصدمة كبيرين يقول جمال ما يزال هؤلاء الناس يعبرون بعد هذا الاشتباك، هل من المعقول أن أبناء بلدي ألفوا الموت؟ يطبق الصمت على جمال لحظات ويتفكر، إنه لا يستطيع العبور رغم عدم إصابة أحد وعبور مئات الناس، ربما يكون الرصاص تحذيرا له بعدم الدخول إلى القسم المحرم عنه. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى موقع المندسة السورية الذي نشر مقالا نقلا عن موقع الكونفيدنشال الإسباني تحت عنوان القتل بالجوع نهج الأسد الجديد، قال فيه أنجزت القوى العالمية في أقل من ساعتين اتفاقا حمل النظام السوري على القبول بنزع أسلحته الكيميائية، لكنها لم تكن قادرة على أن تطلب من دمشق السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المعظمية. منذ أكثر من 10 أشهر لا تدخل الإمدادات الإنسانية إلى هذه البلدة المحاصرة، حيث سدت أنابيب المياه أو دمرت من قبل النظام، الأمر الذي حرم السكان من الحصول على المياه الصالحة للشرب. إلى ما قبل 4 أشهر وبفضل كرم القرى الأخرى المجاورة كانت بعض السيارات التي تأتي على طريق دمشق القنيطرة باتجاه المعظمية كانت ترمي من نوافذها وهي سائرة أكياس طعام من الرز والباذنجان المجفف، وكنا نخرج لالتقاطها متعرضين لخطر كبير، يشرح أبو غيث. لكن كل الطعام نفذ، الوضع خطير إلى درجة أن النظام الغذائي المتقشف لسكان المعظمية يتكون من أوراق الكربة والزيتون والتين المجفف. بل إنه كما يقول الناشط بمناسبة عيد الأضحى أصدرت مجموعة من المشايخ فتوى يباح بموجبها للجائعين أكل لحوم الحمير والقطط والكلاب للبقاء على قيد الحياة. الكلاب والقطط هي أيضا مريضة
ولا نستطيع تعريض حياة أبنائنا للخطر، يقول يائسا. تسببت المجاعة في موت 7 أشخاص على الأقل، 5 قاصرون وامرأة واحدة وابنها حديث الولادة. بالإضافة إلى ذلك يوجد 100 طفل آخرون في حالة خطرة بسبب سوء التغذية. يأسف الناشط، الأم لم يكن لديها الحليب الكافي لتغذية الرضيع الذي مات بعد 3 أيام من ولادته، هي ماتت بعده ب5 أيام. لكن في الوقت الراهن يبدو أن نظام الرئيس بشار الأسد سيستمر في السلطة بفضل الاتفاق الموقع بين روسيا والولايات المتحدة، وبموجبه تملك دمشق مهلة من 9 أشهر لتسليم كامل ترسانتها الكيميائية. في غضون ذلك سيستمر السكان المدنيون بالموت جراء القصف بالأسلحة التقليدية والهجمات الانتحارية للمجموعة القريبة من القاعدة والجوع. بهذا نصل إلى نهاية جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. نلتقي في جولة جديدة غدا إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.